العلاقات الخارجية المصرية مؤخرا فردت أجنحته من بندونج اللي راح رئيس الوزراء إبراهيم محلب، إلى دعوة موجهة للرئيس يروح البرازيل. يعني احنا من أقصى الشرق لأقصى الغرب العلاقات المصرية تتحسن تزدهر. روسيا عادت إلينا زيارات متبادلة، الولايات المتحدة ليست بعيدة، ووزير الخارجية الأمريكي كان هنا منذ يومين يتكلم عن حوار استراتيجي لاستعادة ثقل ووزن وحجم العلاقات المصرية الأمريكية. مصر والعالم العربي في أزالت الحدود الجمركية وأصبحنا في منطقة تجارة حرة عربية منذ سنة 2005، جعلت التجارة العربية تكاد تتضاعف منذ ذلك الوقت. مع أوروبا أصبحت أوروبا الشريك التجاري بل شريك الاستثمار رقم واحد. إفريقيا كما تذكري مؤخرا في شرم الشيخ بنضم التجمعات الإفريقية الثلاثة الأشهر في التجارة على بعضها البعض لإنشاء مجمع كبير للتجارة. إذن نحن على صلة طيبة للغاية مع كل الأطراف. قناة السويس بطبيعة الاتفاقية المنشئة لها اتفاقية القسطنطينية مفتوحة لكل الناس، حتى لو علاقتنا يعني طيبة أو غير طيبة، المسألة العواطف هنا لا تتدخل بقى. كل الدول لها حق المرور في قناة السويس، ولكده الشعار اللي احنا طرحناه يشرح نفسه بنفسه، وهو القول أن قناة السويس هدية مصر للعالم كله. القناة بوضعها الجديد الراهن في مراكب هتنتظر؟ لا، يبقى ما الداعي أن أنا أنفق على إنشاء قناة بالكامل موازية للقناة الأخرى لمجرد أن نقول ما احنا عملنا قناة أخرى. أنا عندي 73 كيلومتر تستطيع السفن فيها أن تلتقي دون أن تتعارض، بس خلاص. الهدف في النهاية هل هو التباهي بأن لدينا قناتين، أم أن الهدف في النهاية هو أن السفن لا تنتظر ساعة واحدة وهي تعبر؟ كل قدرات مصر للتأمين موجودة، وليس بس قدرات مصر، أنا متصور من غير ما أزيع أسرار أن قدرات الأقمار الصناعية شغالة دلوقتي، وأنت تعلمي أن أي قمر صناعي يستطيع أن يصور كرة تنس في الملعب من هذا البعد يعني، فسيرصد أي شيء. الطائرات كلها تجوب الأفاق. لا، مصر مش دولة يعني مصر قادرة على أن تؤمن احتفالها. وكان عندنا ثلاث مؤتمرات في شرم الشيخ، المؤتمر الاقتصادي والمؤتمر العربي والمؤتمر الإفريقي، وكلها الحمد لله كانت نتائجها طيبة. وأنا أتصور إن شاء الله أن تمر هذه المناسبة على أفضل ما يكون. مش عاوز أبالغ في أن الإرهاب يهدد ولا لا توجد سابقة تاريخية أن الإرهاب كسب ضد دولة بأكملها، والدولة كلها واقفة على يعني أطراف أصابعها لتكافح هذا ونقاوم هذا. وسمعة هذه العمليات السيئة للغاية، والشعب المصري كله يعني مؤهل لأنه يجابه هذا. وأتصور دي ظاهرة ستأخذ وقتها وستنتهي. بالتأكيد أن في رسالة داخلية، أولا أننا نحن نستطيع أن نلتزم بمواعيد وأن ننفذ بأسرع ثلاث مرات مما كان الخطة الأصلية. رسالة للخارج أن مصر قادرة على تنظيم احتفاليات بهذا الشكل، ودي مش أول مرة نعمل شيء بهذا القدر في قناة السويس. عاوز أشير لحاجة بسيطة أوي لكن لها دلالة عظيمة جدا. المحروسة، مركب المحروسة اللي هي النهاردة أقدم سفينة عائمة على وجه الأرض، دي سفينة عدت 200 سنة ما شاء الله. كل من دعي سيحضر، كل من دعي سيحضر، سواء بنفسه أو بممثل كبير المقام، أو الحد الأدنى أنه يرسل السفير الموجود في القاهرة. وأنت تعلمي أن القاهرة أكبر عاصمة في العالم فيها سفارات أجنبية، فالعالم كله يرضى عنك ولديك تمثيل واسع جدا في القاهرة. وبالتالي أنا ما يهمنيش مين اللي هيحضر، طبعا بيبقى نوع من الوجاهة الاجتماعية أن يجي مؤكد. الرئيس الفرنسي أكد أنه جاي، لأن طبعا هيبقى عنده كذا مناسبة، هيشوف الفرقاطة اللي باعها لمصر، يشوف الطيارات الرافال. وده أحد الأسباب أن أمريكا أقدمت، أن كان هيحصل في الاستعراض الجوي الطائرات الفرنسية والطائرات الروسية هتبقى في السماء وستتخلف الطائرات الأمريكية. تخيلي هذا في وجود ولي عهد الإمارات أو ولي عهد السعودية، على طول ميله هيكون للطائرة اللي قدامه. ده مش هزار.